السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ودائما مع فاتي فليفر. كما كنت وعدتكم في الجزء الاول اللي كنت هضرت فيه على الثيرموميكس والادوات اللي كيجي معها، هذا الفيديو هذا غادي يكون خاص بالمهام او الاشياء اللي كيديرها الثيرموميكس، واش فعلا كيستاهل هذا الثمن ديالو. فخليكم معايا الى اخر الفيديو، غادي يكون فيه مجموعه ديال التفاصيل على هذا الغوبو هذا، ما تمشيو فين. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه، وللمزيد من التشجيع نرجو الاشتراك في القناه والضغط على الجرس وما تنسوش لايك. كما كنت ذكرت في الجزء الاول، ملي كنشوف ثيرموميكس كتجي معها واحد الاب اللي كتسمى كوكايدو. كما كتشوفوا هنايا كاينه واحد لاباغ دو ريشيرش او سيرش كنعملوا فيها الوصفه اللي بغينا، وكتعطينا التفاصيل يعني المقادير والتفاصيل يعني الدقيقه اللي يمكن نتبعوها باش نجح معنا الوصفه. كاينين كذلك كتب كيتباعوا خارج ثيرموميكس، ولكن بعض المرات كيكون سبيسيال وكيتباعوا دوك الكتب كيتباعوا تما فيهم الوصفات كيتباعوا مع ثيرموميكس. دهنا كما كتشوفوا هاد الثيرموميكس في هاد ليكرون هذا، هنايا فيه مجموعه ديال المهام اللي كيديرها الثيرموميكس. فاول حاجه هنايا كاينه واحد الاوبسيون اللي كتسمى سكيلز او الميزان، فهادي كنستعملوها ملي كنبغيو نديرو كيكه ولا شي وصفه وخصنا نعبروا الدقيق او السكر، فكنستعملوا هادي عوض ما كنعبروا كل حاجه بوحدها عام باش كنديروها في البول ولا اي حاجه اللي غنخلطوا. هنايا كنديروا كلشي، فهنايا اول حاجه كندير ديك طار، ومن بعد كنرد هنايا الميزان ديالي ضروري خص يكون صفر. فهنايا كنتاكد بان الميزان ديالي راه يعني متوازن وبان الوصفه ديالي راه غادي تكون يعني افيكاس. اذا هنايا ملي كندير صفر عام باش كنبدا نوزن، انا غادي ندير معكم مثال. عندي مثلا وصفه فيها 100 غرام ديال السكر، فكما كتشوفوا تناخذ هنايا مباشره بعد ما كنرد هذاك الطاغ ديالي لصفر كنبدا نخوي السكر. انا كنخوي وهو كيتزاد يعني بحال الميزان العادي، وكنبقى نزيد 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 حتى كنوصل انا الغرض ديالي 100 غرام. غنوصل 100 غرام غادي نحبس، ونفس الشيء الا بغيت ندير الخميره او حاجه كنرد عاوتاني كندير طاغ كنردها صفر، نزيد عاوتاني مثلا الخميره يعني لانغريديون الثاني، عاوتاني ملي نكمل الغرام اللي بغيت ندير نفس الشيء حتى كنكمل المقادير اللي عندي كامل ديال الوصفه ديالي. واحد النقطة اللي مهمة بالنسبة للثيرموميكس، بالنسبة للميزان، الميزان ديال الثيرموميكس كاين في الرجلين ديالو يعني هنايا في التحت، فداكشي علاش ملي نحطو الثيرموميكس ضروري نحطو فشي بلاصة اللي ما نحركوهش بزاف، وإلا اضطرينا أننا نحركوه ما نجروهش من التحت، لأن يعني التحت كما ذكرت هو اللي فيه الميزان، الرجلين ديالو هو اللي فيه الميزان ديال الثيرموميكس. إلا بغينا نحركوه غادي نحاولو أننا نشدوه من يدو كما غتشوفو معايا هنايا الفوق، ونحاولوا اننا نتعاونوا من الجناب ولكن ابدا ما نقيسوش من التحت. دونك هذا بالنسبه للمهمه الاولى اللي هي سكيلز. المهمه الثانيه هنايا هي دو او العجينه. فهنايا كما كتشوفوا يعني العجينه مثلا كنديرها تقريبا 3 ديال الدقائق. ملي كنديروا 3 ديال الدقائق نعطيكم مثلا هنايا كما قلت هنايا باش كنحركو باش كنزيدو او كنقصو، غادي نديرو هنايا 3 ديال الدقائق. ضروري خاصني نسكتو الثيرموميكس ديالنا، وغنجي هنايا هذه العلامه ديال العجينه كندورها كامله صافي كنخليها هاهو تاخد هنايا كنقصو إذا هنا ملي كيسالا ملي كتسالا العجينة ديالنا أو أي حاجة درنا هنايا كما كتشوفو هادو بحال قلتي الودينات ديال الثيرموميكس، فهو ملي كيسالا صافي كينزلو هادو وعام باش يمكن لنا أننا نحلو البول ديالنا. إذا كاينة هاد الأوبسيون هادي اللي هي تيربو كما كتشوفو، هادي يعني من صراحة اللي كتخلي هاد الروبو هادا عنده واحد المزية خاصة، فهو يمكن لنا نطحنو فيه الزرع كما كنعرفوا حنايا يعني في ديورنا ملي كنا صغار كانوا الوالدين كيديو الزرع حتى المطحنه ديال الدرب باش كنا كنطحنوه، فهذا كيعوض هذيك المطحنه ديال الدرب. فهنايا كناخذوا الزرع كنديروه هنايا
كيطحن. فهنايا عندنا بالنسبه للمده عندنا جوج ديال الثواني، يعني هذا هو الماكسيموم ديالو. انا غنوريكم مثلا هنايا عندنا جوج ديال الثواني، صافي كنديرو هادي كنأكتيفيها وكنطحنو. نقدر نزيدو عاوتاني جوج ثواني اخرى الا بغينا يطحن كثر. بالنسبه لهنايا ففيما كنسالى من اي اوبسيون كنديزاكتيفيها باش كنمشي مثلا الاوبسيون الاخرى اللي بغيت. كاينه هاد الاوبسيون ديال بري كلين، هادي هي كينقي هاد الروبو راسو براسو. يعني مثلا ملي كنعجن عوض ما انني كنجي وكنغسلو هذا كنشدوه كنعمرو تقريبا جوج اترو ديال الماء وكندير فيه واحد القطرات ديال داك البخود اللي كنغسلو به المعان ولا الخال ولا بيكربونات الصودا وكنخليه مثلا هنايا. انا نوريكم هنا كيكون عندك يعني على حساب اشنو استعملتي منه، واش مثلا عجينه واش شي حاجه مثلا اللي كتلصق بحال الكراميل. فهنايا كنحقو على حساب اشنو انا كنديرها فيه. مثلا درت فيه العجينه غادي نجي لهنايا دو نشوفو صافي، وهو كتشوفو صافي كيبقى يغسلو بوحدو. من بعد انا غير كنشدو كنشللو وكيتنقى ليا البول، يعني ما كنحتاج انني نغسلو انا بيديا. هنايا غادي نحبسها غنمشيو للاوبسيون الاخرى. الاوبسيون الاخرى هي بلاند، يعني كيطحن وكيخلط. فهذا صراحه حتى انا عوض ليا الطحانه او الميكسور ما بقيتش كنستعملهم. يعني هادو جوج اشياء ما بقيتش كنستعمل، العجانه والميكسور ما بقيتش كنستعملهم. هادي كافي انني يعني انا كطحليه كندير فيها سموتي، صراحه كيجي روعه. يعني بحال الشكل ديال اللي كيديروا في المحلات الخاصين ديال العصائر، اي حاجه درتي فيها كيطحنها كيطحنها مزيان. ثم عندي هنايا ايغ بويلر، هذه هي اللي كنديروا فيها البيض. طبعا هنايا بالنسبه للبيض فعلى حساب انت اشنو بغيتي الدرجه ديال الطياب ديال البيض، واش بغيتيه يكون يعني رطب، بغيتيه يكون طيب بزاف، بغيتيه يكون طيب شويه. فهنايا على حساب لي زوبسيون اللي بغيتي ديال البيض فكتبع غير لي زانستركسيون اللي كيعطيك صافي وكطيب البيض ديالك. شي هنايا على حساب انت شنو بغيتي فهو كيعطيك هنايا المده. انت واش بغيتيه رطب، واش بغيتيه رطب شويه، واش بغيتيه يكون هارد يعني قاصح. فانت ملي كدير هنايا الاوبسيون هو اوتوماتيكمون راه محقق هنايا الوقت اللي غادي يطيب فيه. ثم غادي نمشيو للاوبسيون اخرى اللي هي كيتل، هذه يعني اللي كان الغلاي، فهي كتعوض كذلك الغلاي. يعني تصوروها انتم عندكم العجانه، عندكم الطحانه، عندكم كذلك الغلاي، هادو اشياء كلها يمكن لكم تستغناو عليها ملي تيكون عندكم ثيرموميكس. كاينه هاد وورم اب، هادي ملي كتبغي دير الماكله تسخن. غير هادي بغيتكم ضروري تردوا البال لهاد الاوبسيون هادي. فملي كنديروا شي حاجه تسخن وكيكون فيها مثلا خضره ولا لحم ولا شي حاجه فكنجيو ضروري هنايا كما كتشوفوا كندير غير واحد الدوره خفيفه هكذا خفيفه حتى كتبان لي هذه المعلقه. هذه ضروريه نحبسها، هذه ديال المعلقه ضروريه. علاش؟ حيت الا خليتوها الا خليتوها هكا داكشي اللي درتو يسخن غيتفرتت لكم. اذا الا بغينا احنا غير تسخن غادي نضول المعلقه باش هو يعني غير غادي يحرك، ما غاديش يعني غير غيحرك وغير غيسخن لنا، ما غاديش يقيس لينا داكشي اللي درنا. وهذا الشيء علاش قلت لكم عن تجربه، لانني انا اول مره استعملته ما كنتش رديت البال لهاد الاوبسيون هادي. فدرت كان عندي دجاج ودرتو انه يسخن، فمن اللي حطيته لقيته كله تفرتت ليا ومن بعد عرفت بان هادي يعني من الاشياء اللي كتوقع بزاف البنات ملي كيكون اول مره مستعملين الثيرموميكس وما كيردوش لهاد الاوبسيون هادي اللي كتسمى سونس انفيرس، يعني كتحول من هنايا حتى المعلقه، هذه كتسمى سونس انفيرس. هي كنديرها في اي حاجه اللي ما بغيناش ان داكشي اللي هنا لداخل ديال البول ديالنا ما بغيناش انه يعني يطحن لنا ولا يتخلط لنا ولا يعني بغينا غير شي حاجه تسخن فقط. ثم عندي هنايا ثيكن اللي هي هذه، فهذه كنديروا فيها لي صوص بحال مثلا لا كريم باتيسيير، بحال لي صوص اللي كنستعملوا ديال لي بات صوص بشاميل. فهادو اشياء اللي كنديروها، فطبعا المده كتبقى على حسب شحال حنا بغينا وكتعطي لي صوص خطيرين يعني. ثم عندي هنايا رايس كوكر كما كتشوفوا، هذه بحال عادي يعني كنديروا فيها الرز وكنطيبوه.
غير هي واحد القضيه. بالنسبه للروز، الا بغينا نديرو الروز فكنديرو في هذا الباسكيت هذا كما كتشوفوا. فهنايا هنايا عندنا هنا تقريبا هنايا دوك هنا كيديروا لك الماكسيموم. يعني مثلا ملي غادي دير الروز ديالك خاصك ضروري دير بالاعتبار انه راه كيتزاد في الحجم ديالو، فما خصناش اننا نديرو يعني كميه كبيره. هذا لا بالنسبه للروز اللي كنديروا في هذا الباسكيت، ولا كذلك حتى في البول، يعني خصنا نحترموا. هنا عندنا البول كيدير تقريبا جوج لتر و 200 غرام، فما خصناش نفوتوهم لان الا درنا اكثر من هذا الشيء غادي تفيض لنا الماكله وغتخرج لنا من البول. ثم كاين هاد الاوبسيون ديال فيرمنتيشن، هذه كنستعملوها مثلا ملي كنبغيو نديرو بحال الرايب، فكنديرو هنايا في الليل وكنخليه واحد المده ديال 8 السوايع كما كتشوفوا. هنايا راه كيمشي حتى 12 ساعه وكنخليه يطيب. طبعا المده راه كتحدد، يعني هادشي كلشي عندكم هنايا. وحتى الا ما عندكمش مثلا هنايا، راه كاين هنايا كتب اللي فيه حتى هما وصفات اللي فيهم جميع المراحل، كيفاش يعني كيفاش طيب يعني كل حاجه بديالها. يعني الاوبسيون مثلا ديال الطياب هي شحال خصو يكون فيها، التحراك شحال خصو يكون المده، يعني مسهل الامور. ثم كاين هاد الاوبسيون الاخرى اللي هي سلو كوك، يعني بحال الشكل ديال الكوكوت عاديه. هنايا كنطيبوا الماكله على عافيه مهيله من ساعه حتى ل 8 ديال السوايع على درجه حراره اللي ما بين 37 حتى ل 98 سيلسيوس. بحال شكل مثلا اللحم الا بغينا نطيبو على عافيه مهيله وكيجينا رطب وبنين. الاوبسيون الاخيره اللي كاينه في الثيرموميكس هي كتسمى سوفيد. هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياكلوا هافي صحي، فكما كتشوفوا كيكون واحد النوع ديال مثلا الحوت ولا الدجاج ولا اللحم اللي كيتباع في واحد الزيبلوك خاصين ديال الطبخ، فكناخذوهم وكنطيبوهم في الثيرموميكس. يعني ما كنضيفو لهم حتى حاجه، داك الماء اللي فيهم هو فاش كيطيبوا، وهذاك هو اللي كيعطيهم داك الرطوبيه في اللحم ديالهم، سواء الدجاج في اللحم ولا كذلك حتى في الحوت. فكما شفتوا هادو هما الاشياء اللي كيديرها الثيرموميكس. فصراحه هنا من بعد ما بديت كنستعمل الثيرموميكس، كما قلت ما بقيتش كنستعمل العجانه، يعني هذا فيه عجانه فيه طحانه فيه الغلاي، يعني حتى بالنسبه للبلاصه يعني ما بقاتش، يعني ما كيشدش هو بلاصه بزاف بالمقارنه مع الا حطينا دوك الادوات كامله ديال المطبخ، الا حطيناهم كاملين فهذا كيبقى انه يعني كنربحوا لي سباس بزاف. غير واحد الاشاره فقط، هاد الترموميكس راه ماشي كنديروا غير الوصفات الاجنبيه او الوصفات العالميه، وانما كذلك حتى الوصفات المغربيه. انا طيبت فيه بزاف ديال الحوايج، المسمن والبغرير وكذلك الخبز، يعني ما بقاش كيخطاني وليت كنستعمله وكنربح الوقت، يعني حتى في التخمار وفي الطياب، يعني كتربح الوقت بزاف، كتربح الروينه، يعني كل شيء في هذا البول هذا كيتغسل، يعني كتشلو وكتردو بلاصتو. كما قلت بالنسبه للترموميكس الا حطينا في شي بلاصه كنحاولوا اننا ما نحولوش، لان غادي نخرجوا على هذا الميزان ديالو اللي كان هنايا في الرجلين. وكما قلت راه هو ما كنديروش فيه غير الوصفات العالميه الاجنبيه، مي كذلك حتى الوصفات المغربيه. فانا درت فيه السفه، درت فيه الكسكسو، درت فيه الرفيسه، وان شاء الله وكذلك درت فيه حتى الحاجات الحلوين، يعني الكيك، البغيوش، الديسير بحال تيراميسو، تحليات بزاف، درت اشكال بزاف، والحمد لله كلهم كانوا وصفات اللي ناجحين. فإلا بغيتو نتقاسم معكم ان شاء الله في القناه. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف وظريف عليكم، ولا كان عندكم اي تساؤل يمكن لكم تراسلوني في الانستغرام fatiflavor20. ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. خليتكم على خير والسلام عليكم.